بأمان الله في شيء نايمين. أولادنا نايمين، ثمان عائلات نازحين عندنا غير العيان تحت فوق عمارتين فوق بعض. أجا الزلمة بتخبط علينا زي المجنون على الباب. الحي أبو إبراهيم الطيران بيتصل علينا اليهود بدهم يقصفوا بيتك. طلعنا زي المجانين، لا طلعنا لا بهدمة ولا شنكة. وين نروح نطلبهم؟ وين نروح أولادنا؟ عندنا بنت قلب مفتوحة عامة، عندنا اثنين مسنين، عندنا اثنين معاقين في البيت. وين نروح فيهم غير ثمان عائلاتنا نازحين عندنا؟ وين نروح؟ على المدارس؟ المدارس مليانة بتنغلنا. اليوم جيت من الموت، وأنا قبل هيك في 9/10 كمان هواي أنا طلع من تحت الإنقاذ، هاي إيدي. أنا في عندي كمان ولدين شهيدين، وفي عندي أبوي شهيد، وعندي إخواتي شهداء، وعندنا سوين 14 شهيد. وهي كمان مرة بهدد بخبطوا الناس، بخبطوا ناس أبرياء. ليش كل قطاع غزة كل الشعب الفلسطيني صار محتاج؟ كله بده كربون الجير. ليش كله جعان؟ عندنا مجاعة مش طبيعية، الوضع مأساوي، الوضع يعني لا يرثى له. بالمرة بالمرة بالمرة.